عشان مستقبله لسه جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اللي بنسمعه كل شوية يقول لك بس استنى الحكومة الجديدة، استنى لما تيجي الحكومة هيبقى مش عارف عامل ازاي، اصل لازم الحكومة هتتغير، اصل 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 اصل. فالكلام ده الحقيقة داير بقاله شوية، فكنا من فترة هاتفيا استطلعنا رأي الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد وسألناه على هذا الموضوع ورد علينا، ولكن دايما الرد اللي بيبقى على التليفون ما بيبقاش شافي وكافي عشان خاطر ينتشر بين الناس ويوصل لهم. فطلبنا النهاردة من دكتور شوقي ان هو يشرفنا، فبرحب بحضرتك واهلا بيك معانا في المنور. والحقيقة طبعا أستاذنا الأستاذ محمد الدكتور محمد صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، اللي طبعا ليه باع طويل جدا في هذه الأمور، وفي نفس الوقت كتب مقال مهم جدا عن هذا الموضوع من أيام قليلة في الوطن. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا. حضرتك لما كتبت في الوطن عن هذا الموضوع، حضرتك أكيد سمعت التساؤلات الكثيرة اللي موجودة عند الناس، فقررت أن حضرتك تجيب عليهم. كانت ايه العناوين الرئيسيه اللي حضرتك اجبت بيها على ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا طبعا، سعيد بوجودي مع حضرتك ومع الاستاذ الدكتور شوقي السيد. في الحقيقه الفكره الاساسيه في هذا الامر انه صحيح ان الدستور المصري الحالي لم ينص صراحه على ضروره ان تتقدم الحكومه باستقالتها بعد انتخابات مجلس النواب، لكن الحقيقه الاعراف الدستوريه وقراءه مواد الدستور كامله من وجهه نظري تجعل تقديم الحكومة لاستقالتها أمرا واجبا، وتطرقت في ذلك إلى المواد التي تنص على أن الرئيس الجمهورية يكلف شخصية برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة، وتعرض هذه الشخصية المكلفة برنامجها على المجلس خلال شهر، فإن لم تحصل هذه الحكومة على ثقة أغلبية مجلس النواب يكلف الرئيس شخصا آخر بالتشاور أو بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحزب الحاصل على الأكثرية، وأيضا يذهب إلى مجلس النواب، فإن لم يحصل على الثقة في المرة الثانية عد المجلس منحلا، ده نص الدستور، وتجرى انتخابات جديدة، وتتقدم الحكومة الجديدة بقى بعد التئام المجلس الجديد إلى المجلس الجديد لنيل الثقة. لا إن شاء الله ما نوصلش لده خالص يعني. معنى ذلك من وجهة نظري أنه أن الحكومة، والحكومة طبعا مسؤولة أمام المجلس النواب، ما دامت الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب في كل النظم السياسية، زي ما دامت الحكومة هكذا الأعراف جرت على أنه إذا شكل مجلس جديد، لأن الحقيقة الحكومة لم تحظى بالثقة من هذا المجلس أصلا، يعني إن شاء الله المجلس الحالي الذي ما زال مستمرا هو الذي منح هذه الحكومة الثقة. هذه الثقة انتهت مع تشكيل المجلس الجديد، وهذا أمر لا علاقة له بأنه من الممكن لسيد رئيس الجمهورية أن يعيد تكليف نفس الحكومة بنفس التشكيل، أو أن يحدث تعديل على التشكيل الحالي برئاسة نفس رئيس مجلس الوزراء، أو أن يكلف شخصية أخرى. يعني هناك خلط بين الأمرين، وجوب تقديم الاستقالة لا يعني بالضرورة تغيير الحكومة. طيب دكتور شوقي، يعني الفارق بين التعديل الوزاري والتغيير الوزاري، التغيير يبدأ من عند رئيس الحكومة ويشمل تقريبا كل أعضاء الحكومة، والتعديل يشمل بعض السادة الوزراء. في رأي حضرتك، يعني هل حضرتك أولا بتتفق مع الدكتور صفي ولا حضرتك؟ طيب هو الاختلاف لا يفسد للود قضية. يعني أنا يعني عاوز أقول أنه النصوص الدستورية لأول مرة يأتي الدستور المصري ويخص مجلس النواب بسلطات جديدة لأول مرة فيما يتعلق برأيه في تشكيل حكومه أن تحظى بثقته في التعيين، في بداية التعيين. وبالتالي عندنا مادتين في الدستور 146 147. 146 بتكلم على أنه رئيس الجمهورية زي ما قال دكتور صفي يعين رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة ويأخذ ببرنامجه ووزرائه ويطلع لمجلس النواب عشان يحظى بثقته. طيب احنا هنا امام مجلس جديد، هل الحكومه لازم تقدم استقاله؟ طبعا فكره الاستقاله والعرف الدستوري ده يعني من باب ايه، يعني عاوز اقول بيرفع الحرج مثلا على الرئيس. رفع الحرج على الرئيس في السياسه ما ينفعش. يعني الرئيس من حقه ان هو يعين رئيس وزراء جديد ويكلفه بتشكيل الحكومه مع وجود الحكومه اللي موجوده، ويقول يا مجلس نواب اتفضل
قل لي رأيك إيه في برنامج الحكومة ورئيس الحكومة. إما أن يحظى بالثقة الأغلبية أو لا يحظى. وإذا ما كانش هيحظى بالثقة يبقى معناها إنه يتفضلوا الحائز للأغلبية سواء ائتلاف أو الحزب رشح ويشكل ويرجع تاني الحكومة عشان هو اللي يرشح رئيس حكومة الأغلبية يطلب اللي ترشح. نعم في المرة التانية وليس المرة السنة في المرة التانية يطلب من الحزب الغالب ترشيح شخصي أو الائتلاف إذا ما كانش عندي حزب له الأغلبية إنه يرشح رئيس حكومة ويشكل الحكومة ويرجع للمجلس تاني علشان يشوف أغلبية المجلس ده موافقة وتديله الثقة ولا ما تديش. إذا ما تديلوش الثقة لتاني مرة يحل المجلس. مع السلامة المجلس. مع السلامة. ولهذا مش هيحصل. مش هيحصل. وبالتالي يبقى إحنا أمام إنه الرئيس يعين يكلف رئيس حكومة أو يكلف رئيس حكومة برنامج شكل وزارة ويأخذ نفسه وبرنامجه ويتجه إلى مجلس الوزراء. طيب فكرة بقى استقالة هي مسألة أدبية يعني ممكن جدا من غير الحكومة تيجي تقول أيوة أنت الرئيس بمناسبة إنك أنت تشكل أو تكلف حكومة جديدة أو تكلف ترشح رئيس اتفضل هذه استقالتنا وممكن ما تتقدمش. إذا كنا بنتكلم على إنه يمكن أن تقدم أو لا تقدم يبقى أنا ما عنديش نص يلزم الحكومة أن تقدم استقالة. يبقى الموضوع وإذا بالضبط وإذا الرئيس يقول له قدم استقالة هتقول استقالة ويكلف ويكلف رئيس تاني بالحكومة أو يكلف نفس رئيس الحكومة. نفس رئيس الحكومة. وبالتالي هي مسألة شكلية يعني أكثر منها دستورية أو قانونية. دي نقطة مهمة حضرتك شايفها مسألة شكلية؟ نعم. أنا من وجهة نظر العلوم السياسية مع كل احترام طبعا وجهة نظر الدكتور شوقي والذين يعني يتبنون وجهة النظر هو رئيس المجلس كمان طبعا مع كل احترام والتقدير لكن مثلا على سبيل المثال ونحن درسنا وندرس للطلبة بريطانيا على سبيل المثال لا يوجد فيها دستور مكتوب على الإطلاق يعني يوجد نص في بريطانيا يقول أن الملكة تستدعي زعيم الحزب الحاصل على الأغلبية لكي يشكل حكومة لكن العرف الدستور خلق قواعد بما ان الحكومه مسؤوله امام البرلمان وتنبثق منه فزعيم الحزب الحاصل على الاغلبيه هو الذي يكلف بتشكيل الحكومه لانه الحقيقه بيكمل ذلك الماده 147 اللي اشار اليها دكتور شوقي ويتحدث الماده 147 بتقول لرئيس الجمهوريه وده تزايد من الحقيقه بالمناسبه بس احنا بنتعامل بقى مع الدستور كما ورد الماده بتقول ان رئيس الجمهوريه ان يعفي الحكومه بشرط موافقه اغلبيه اعضاء مجلس النواب على ايه على الاعفاء طبعا وحتى التعديل الوزاري صح. المحدود وده حدث طبعا لازم. عدة مرات في خلال المجلس الحالي لازم موافقة ولرئيس الجمهورية أو يعني مع رئيس مجلس الوزراء أن يجري تعديلا طبعا بموافقة رئيس الجمهورية على أن يوافق على ذلك أغلبية أعضاء مجلس النواب الحاضرين بما لا يقل عن الثلث يعني إعفاء الحكومة يتطلب أغلبية المجلس كاملا وتعديل الوزاري المحدود يتطلب موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بما لا يقل أنه مجلس فيهم بقى الموجود لحظة وجود الوزارة المجلس الحالي انتهى ولا المجلس الحالي موجود يعني معنا موجود إلى 9 يناير أنا لا هو فض يعني هو اجتماعاته انتهت في هذا الأسبوع أو يعني منذ أيام قليلة لكن المجلس يعتبر يعني انعقاده انتهى لكن هو مستمر طبعا من الناحية إلى 9 يناير التعديل احنا بنتحدث طبعا عن التعديل ما بعد التئام المجلس طبعا اكيد الجديد يعني طبعا الامر ليس واردا قبل يعني في الايام القليله القادمه يعني اذا قرر الرئيس تكليف رئيس حكومه جديد هل يفعل ذلك قبل انعقاد المجلس يوم 9 يناير المجلس الجديد ولا ينتظر لحد بعد انعقاد المجلس المهم عند الانعقاد يعني انعقاد المجلس الجديد يعني ما يقدرش يعمل الكلام ده قبل انعقاد المجلس انه في النهايه يعني الملف ده رايح للمجلس عشان يحظى بثقة الأعضاء وبالتالي لازم الأعضاء يكونوا موجودين يعني لازم يوم 9 ويقعدوا ويشوفوا أحوالهم الداخلية والأغلبية الموجودة داخل البرلمان الجديد لأن المادة في المرة الثانية بتقول فإذا لم تحصل الحكومة في المرة الأولى على الثقة يكلف الرئيس شخصا بترشيح من الحزب او الـ او الـ او الـ او الائتلاف الخاص مره بيسيبها كده 30 يوم و30 يوم 30 يعني يوم في الاولى و30 يوم في الاخرى يعني اقصاها 30 يوم يعني اذا بعد انا انعقد المجلس في 30 يوم ده اللي يخليني اقول انه مش لازم الحكومه تقدم استقالها لان لو قدمت استقالتها خلال 30 يوم هيكلفها بتسيير امور هتبقى حكومه تسيير اعمال وبالتالي هو خلاف شكل بالدرجه الاولى يعني اكثر منه دستوري خاصه زي ما الدكتور صفي بيقول انه عرف
هذا العرف مش هيرتقي الى مرتبه النص طالما ما عنديش نص بيقول لي ان الحكومه مفهوم سياسي. ايوه مش لازم. ايوه اذا لسنا امام التزام دستوري يوجب على الحكومه ان تقدم استقالتها، بدليل بقى انه الرئيس يستطيع ان يكلف ذات الحكومه رئيس الحكومه نفسه ويقول له اتفضل شكل وزاره واعمل برنامج وتطلع على المجلس عشان تحظى بالثقه. هنا وجهه الخلاف يا دكتور شوقي، انه لابد ان الحكومه الجديده تحصل على الثقه من المجلس الجديد 100%. يعني هي لم تحصل على الثقه من المجلس لانها حصلت على ثقه المجلس السابق. لم يكلف. لو اعيد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي فعليه ان يعد برنامجا للحكومه. انا بقول لو اعيد تكليفه، لكن النهارده بنقول في كلام الدكتور شوقي ممكن لا يعاد تكليفه ويستمر كما هو، ولكن يقدم برنامجه للبرلمان. لازم الرئيس يكلفه. يكلف ما ده اللي لابد ان يكلف طبعا. يبقى هنا النهارده في اجراء لازم يتخذ. ولذلك طبعًا. انا بقول وجهه نظري لذلك انه حكومه الدكتور مصطفى مدبولي تقدم استقالتها بعد التئام المجلس الجديد، ويظل طبعا من حق السيد رئيس الجمهوريه ان يعيد تكليف نفس الحكومه بنفس تشكيلها او يجري بها تعديلا او يكلف شخصا طبعا. فكره بقى وفي كل الاحوال امامنا شهر لكي تعد هذه الحكومه سواء القديمه او الجديده إنه البرنامج وتأسيس. العرف بقى يلزم الحكومه ان تقدم استقاله، أو هي مسألة أدبيات، يعني الحكومة تريد أن ترفع الحرج على الرئيس علشان تقول له مش لازم أنا يا سيدي أنا أرفع عنك الحرج في تكليفي، لكن هو في كل الأحوال لابد أن يكلف. لابد وأن تحصل على ثقة المجلس الجديد. لا قبل الثقة لازم تكلف طبعا. لابد الرئيس يقول كلفنا الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة وإعداد البرنامج وعرض المجلس للنواب للحصول على ثقة الأغلبية. يبقى هنا في إجراء، يعني في إجراء يعني دستوريا وقانونا لابد أن يتخذ. يعني ما هوش ان الموضوع الامور ممكن تمشي لا يبقى احنا متفقين دلوقتي على انه لابد ان يتم تعيين او تكليف رئيس الوزراء الحالي او غيره بيد الرئيس، بان ياتي بمجموعه هي نفسها او غيرها ومعها برنامج يتجه بها الى مجلس النواب، قد يكون نفس البرنامج او غيره. طبعا لانه هنا بقى انا بقى عاوز انقل بقى على مجلس النواب. انا مجلس النواب ده عاوزين نشوف ماذا نعمل معه وماذا نفعل به وماذا يفعل معنا، خاصه ان المجلس السابق كان زي ما بتقول كل انها مجلس عاش فتره انتقاليه غير عاديه لمده 5 سنوات فتره صعبه طبعا. فالمجلس القادم ده بقى هو ده المحك في الموافقه بقى، وان يعطي الثقه للحكومه وبرنامجها الاشخاص والبرنامج، عشان طموحات بقى وامال المواطنين 5 سنوات جايه ويعوض ما فات من 5 سنوات سابقه. هو ده انا اتمنى. طب ده كلام مهم قوي. يعني النهارده هو هيبقى هذه الحكومه او غيرها قدامها 30 يوم انها تقدم برنامجها. نعم ثم المجلس يدرس هذا البرنامج في خلال قد ايه؟ هو لازم تحضر الثقه خلال 30 يوم. يبقى معناها انه يقدم يعني بالظبط كده. لازم الحكومه تكون جاهزه علشان عندما تكلف سواء الحكومه الحاليه او حكومه جديده ببرنامجها ورجالها تتجه بيه للمجلس. المجلس عنده 30 يوم. يعني ال 30 يوم دول مش مهله للحكومه، دول مهله للمجلس. نعم خلال 30 يوم. المجلس والحكومه اما يمنحها الثقه او لا يمنحها الثقه. طيب النهارده يا معنى الكلام ده ان لابد ان يبقى في خلال ال 30 يوم دول تتم كل النقاشات، ولا احنا البند ده عايزين نغيره. نعم. الموضوع ده. نعم. عايزين نعدله. نعم. الدنيا دي عايزه تعمل ايه، ولا هو تيكت اور ليفت الحكومه تقدم هو ده وما عندناش غير كده يا شباب؟ هو بيجرى تصويت على الثقه طبعا بعد، يعني رئيس الحكومه المكلف عاده يقدم برنامج الحكومه ويقول سوف نقوم بكذا في الصحه وفي التعليم وفي السياسه الخارجيه بيقرأوا وفي كذا على البرنامج ويوزع على الساده الاعضاء مجلس النواب ويقرؤوه. ويكون هناك البرنامج ده بتبقى حاجه كبيره ويكون هناك بقى جلسه لفتره طبعا ستمر عده ايام لكي يتاح للاعضاء دراسه ما مش هيكون لسه في لجان متخصصه اصلا ولا حاجه، لكن يكون لسه تم انتخابه في وقت ليس طويلا بحيث ترد على جلسه الثقه. بقى في جلسه للثقه، اما ان المجلس يوافق على هذا البرنامج من حيث المبدا فيمنح الحكومه الثقه، او انه لا يرفض منح الحكومه الثقه فالرئيس يلجا الى الحل الثاني. ده ما نص عليه الدستور. انا عاوز المجلس بقى هذا ما نص عليه الدستور. انت عايز مجلس مشاور؟ انا عاوز مجلس لا ابدا. عاوز مجلس منذ من الان هذا ما نص عليه الدستور. من الان يستعد بالعلم بالخبره بالمعرفه بالرؤيه
محتاجين ايه ويبقى جاهز في مناقشه برنامج الحكومه وفي اشخاص الحكومه. ما هو مش اعضاء المجلس الجداد دول والقدام حتى اللي موجودين، لا هم مش عارفين اللي جاي لهم نفس رئيس الحكومه ولا لا، نفس البرنامج ولا لا. هو تامل بقى ماذا يريد من البرنامج، يعني ايه يعني عنده البرنامج السابق يتفضل يجيبه من دلوقتي، انا عشان كده اطالب انا كل النواب الساده النواب من دلوقتي يتفضل يشوف زاكر. برنامج ذاكر مفيش كلام، يذاكر ايوه ذاكر. ولذلك لما يجي الدستور يقول التفرغ، تفرغ نعم تفرغ، تفرغ النواب نعم. ولذلك انا بقول بقى المجلس القادم عليه ان يعوضنا عما فات لخمس سنوات مضت، من اولها التفرغ واولها، وفي حاجات تانية كتير في يعني صحه العضويه والتزام بمحكمه النقض، رفع الحصانه، ها يعني في حاجات كتيره يعني يعوضنا عما فات. واحنا قبلنا المجلس السابق بحسناته وبغير حسناته وانقضت المدة بسلامة الله. حلوة غير حسناته. ما هو مش عاوز اقول وبغيره يعني بحسناته وبغيره. ده زي ما اما قالت له اكره ان اراك ووجهك معفر بالتراب، ما قالتلوش مش مقتول وبغيره. وبالتالي عودنا بقى عما فات. وعلانية الجلسات مثلا، علانية الجلسات ما ينفعش، علانية الجلسات حتمية. والسرية ده استثناء بشروط واحكام، يبقى جلسة علنية. احنا قعدنا خمس سنوات مش بنشي الاعضاء عشان يبقى ده، احنا بنتكلم على تاريخ برلماني مصري عظيم من 1824 لما يتكلم يقول لي ان النائب يمثل الوطن باكمله مش الدائرة بتاعته من 1824. احنا يعني تاريخ. اذا العلنية تعني اذاعة الجلسات على الهواء. زي بالظبط نقول علنية جلسات المحاكمة. بيقول الا اشوف كده كأن انا رحت الجلسة، مش تلخيص بس دلوقتي مش موجز. في حاجة بتتقال دلوقتي اللي هيروح يصور في جلسة محكمة مش موجز عليه. مش موجز حاجة كده دلوقتي من نوع التصوير في جلسات المحاكمة. جلسة علنية يصور، ما يصورش المتهم، يركز على المتهم، هو بيصور الجلسة ما دار في الجلسة. وبالتالي كأن انا بقى قاعد كأن رحت الجلسة. وعشان عليه ليه؟ لأنه في النهاية الشعب هو الذي يراقب. الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات. مش معلش نخرج بره الموضوع. يعني لو حد قال ان الجلسات كل جلسات المحكمه تبقى سريه وممنوع ان يبقى فيه طبعا ما عدا البعض اللي بتختص بالسريه، وان حد راح صور فياخد حكم ده غير دستوري. طبعا لا 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 يعني هو طبعا الا اذا المحكمه رات ان المساله سريه ده جايز. يعني بعض الجلسات المحدده أيوة نعم. طبعا فيها ادبيات في اداب ايه الى اخره، رات ده اعتبار النظام العام الى اخره، انما الاصل العلني واستثناء السريه بشروط. فبالتالي عاوزين نشوف علانيه الجلسات عشان الشعب يراقب نوابه ووكلاءه وادائهم في المجلس. اول حاجه. فدي ما شفناهاش في الجلسه اللي فاتت، في المجلس اللي فات. صحه العضويه، التفرغ، حاجات كتيره غير حسنات زي ما بقول. ايوه عاوزين نشوف الحسنات كلها الجايه، خاصه انه الشعب دلوقتي ما عادش مستحمل. عاوز ايه؟ عاوز يراقب نوابه ووكلاءه في تحقيق اماله ومفيش اسرار، وان النواب يكونوا هم بيأدوا الدور بتاعهم اللي هو المرحله واللي حديث العهد يتفضل يذاكر، بس شوف تعبير مظبوط، يذاكر يقرا التاريخ السياسي زي ما كاتب بطرس خفي بيقول السياسي. انتوا حضراتكم وانتوا اساتذتنا الكبار بتذاكروا لحد النهارده. مفيش كلام طبعا. مفيش كلام. اتفضل يا دكتور. مفيش كلام. لا طبعا يعني زي ما قلت تاني مره اخرى، يعني هي الدستور الحالي اعطى فعلا مجلس النواب سلطات هائله لاول مره تكاد تقترب من دستور 23، مع بخلاف ان احنا في نظام شبه رئاسي طبعا، فالسيد رئيس الجمهوريه هو الرئيس الاعلى للسلطه التنفيذيه، لكن الحكومه مسؤوله تماما امام البرلمان. يعني ينبغي ان تقدم برنامجها وتحظى بالثقه ابتداء، ثم الحكومه مسؤوله امام البرلمان، ويستطيع البرلمان ان يقدم اسئله واستجوابات قد تصل الى حد طلب صاحب الثقة من أحد الوزراء أو من الحكومة ككل، وإن حدث ذلك توجع على الوزير أن يقدم استقالته أو من الوزارة ككل أن تقدم استقالته. حضرتك من شوية قلت يعني مصطلح مهم قوي، وهو أن بيوافق البرلمان على برنامج الحكومة من حيث المبدأ، على اعتبار أنه منح الثقة يعني لا تتاح الفرصة خلال شهر رغم كل نتناقش كل حاجة، الدراسة معمقة، لكن في النهاية النائب سيقول انه في المجمل هو يوافق على برنامج الحكومه او لا.
لأن الحكومة هذا برنامج للعمل على مدى السنوات المقبلة، يعني هو لم يقيم، لكن هو بقى من حق النائب أو مجلس النواب ككل أن يراقب كل وزير في أعمال وزارته أثناء عمله، ويراقب الوزارة ككل ويطرح بها الثقة. لا يعني هل النائب يقول أنا بس في الجلسة بتاعت منح الثقة دي ما كانش فيه الوقت إن أنا أقول كذا على وزير الكذا فأنا رجعت له تاني؟ لا، إحنا بنميز بعد إذنك بين حاجتين، بين منح الثقة ابتداء، لأن ده بداية عمل، يعني إذا منحت الوزارة الثقة فده معناه أن من حق رئيس الوزراء والوزراء أن يبدأوا في العمل. من حق النواب منذ اليوم الأول أن يحاسبوا الوزراء ورئيس الوزراء عن كل عمل يقوم به في المستقبل، ويستطيع أن يسحب الثقة بعد ذلك من أحد الوزراء أو من كل الحكومة ككل. طب أنا عاوز بقى اللغة والفهم ده يا يعني كده يبقى ماشي عدوى، وده واضح في الدستور. أيوة طبعا واضح في الدستور. يبقى 568 عضو من السادة النواب عندهم هذا الفهم، 568 والمعينين كذلك 28 كلهم يكون لديهم هذا، ويستخدموا هذا الحق. شوف ازاي يبقى لازم يقرا ويدرس ويفهم ويمارس بوطنيه والحكومه والدوله القويه يعني لا تضيق بالنقد، لا تضيق بالنقد، بالعكس تريد ان الطريق يبقى منور، ولن ينير الطريق ولن الا بالنقد، معارضه، حديث، كلام، يعني كلام. طب عايز اسال سؤال، معلش يعني هبان فيه كان انا يعني بدعم الحكومه ووقف ضد البرلمان. احيانا بيكون النقد غير مستند على حاجه، وبيبقى النقد معمول بس عشان خاطر يعني نظهر، وكمان لو عملنا جلسات علنيه كمان وكل ده فنبقى نطلع قدام اهل الدايره اللي انتخبونا نقول ده. يعني ازاي يبقى في التمييز؟ انا برضو ده هيبقى محل الرقابه. ليه بقى؟ لانه هو يعني فكره الزهو والمعارضه من اجل المعارضه، فكره الشو الاعلامي، وفكره انه انا كنت اعرف نواب يجيب كتاب كده يقول لك اهو كل حاجه وما عندوش حاجه، كتاب فاضي وصوت جهول وكل حاجه. فالكلام ده ما عادش هيبقى موجود. يعني اللي بينتقد ويقدم نقدا ويقدم معارضه بناءه موضوعيه لازم يكون مسند ومؤسس ويكون فاهم قبل ان يتكلم، والا هيبقى ساقط في نظر زملائه في المجلس وكذلك في الرأي العام. مش كلام الناس تتبسط بيه وخلاص. بس احيانا يعني لو ده حصل ما ده هيضيع الوقت اللي هو محسوب على المجلس، محسوب على الحكومه، محسوب على الناس. معلش انا باخد يعني صف اداره المجلس مهمه، وحكمه وحصافه وفطنه الرئيس مهم، رئيس المجلس. ويمكن في رساله من ايام محمد علي بيقول لرئيس المجلس كيف يعني تتحدث مع الاعضاء. اذا لقيت واحد نايم كده صحيح، واذا لقيت واحد اجد رساله هايله، وما كانش ياميها في موبايلات ويقول يعني ويعني وصح الناس في النقاش وطلع منه المعارضه وطلع منه الى اخره، وانه يجلس زي ما بيقولوا كده التعبير، ياتي على هيئه الادب ويجلس على هيئه الادب وياتي بملابس الحشمه. يعني ما سابش حاجه، الشكل والمضمون. وبالتالي كان كلام جميل جدا، وبالتالي اداره الجلسه مهم. فعندما يجد المعارضه يعني كلام شوف الهوى يستطيع ان يوقفه ويستطيع ان يسحب منه الكلمه. لا، واستكمال اللي حضرتك بتقوله، يعني احنا في 1866 لما الخديوي اسماعيل عمل اول مجلس بقى يعني منتخب، كان حديث عن يعني نفس الشيء. وبعد التقدم المذهل كان في 1882 مع دستور لائحة شريف باشا، يعني كان الوزارة فيها مسؤولة أمام المجلس. الوزارة 1882 قريب من الزمان، 1882 كانت الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، واللي أوقف هذا التطور هو الاحتلال البريطاني. لكن ردا على سؤال حضرتك، لا، هو الاستجواب له شروط، ما هو مش أي شخص هيقدم الاستجواب ده. يعني الاستجواب معناه اتهام للوزير بالتقصير في اداء مهمته، او لرئيس الوزراء بانه مقصر. ومن ثم هذا اذا لم يكن لدى النائب ادله تدعم هذا الاتهام بالتقصير فلن يقدم هذا الاستجواب. الذي قد ينتقل اذا اقتنع الاعضاء ان هناك تقصيرا ينتقل ذلك الى طرح الثقه بالوزير والتصويت على سحب الثقه. لما كل السوابق الحديثة وما قبلها، يعني مش عاوز اقول ينتهي الاستجواب، ينتهي الى انتقال الى جدول الاعمال والحكومه بالاحضار.
ده النص ده النص بيقول كده. ما هو هنا عايزين نسال سؤال يمكن ياخدنا عند الكلام اللي كان بيتكلم فيه استاذنا دكتور شوقي، هو ان ننتقل الى جدول الاعمال وما الى ذلك، وعدد الاستجوابات وعدد الكذا والكذا كان عددها محدود جدا خلال لم يكن هناك الا استجواب وحيد في المجلس الماضي. فنتمنى ان شاء الله طبعا في المجلس ده إيه ده هل لان رئيس المجلس حجب عن الناس انها تعمل ده، ولا ده كان رضا من المجلس عن اداء الحكومه، ولا كان عدم مذاكره من الاعضاء للموضوع طبعاً ولا هو الظروف ما كانتش يعني تتيح ده؟ يعني اقرا الاحداث او اقرا الشواهد اقول انه يعني، وده اعتراف حتى من الساده الاعضاء ورئيس المجلس، انه فتره كانت صعبه، كثره التشريعات في فتره كان ما فيش فيها مجلس، اعضاء جدد لأول مرة يبقى العدد 568، وزي ما السابق بتقول والثوابت بتقول إنه كلما كثر الأعضاء كلما قلت المناقشة، وكلما قلت المناقشة قلت الفائدة، وبالتالي عندي ما عنديش خبرة، عندي عدد كبير، عندي فترة صعبة، وبالتالي الفترة اللي فاتت وكان يعني في مشروعات، كان في قوانين كثيرة صدرت طبعا في فترة الانتقالية، ولهذا الأيام اللي جاية المجلس القادم يعني طبعا الناس كلها تؤمل في خير، خاصة ان انا اجد وسائل الاعلام والاتصالات والصحافة بتبشرنا بانه المجلس القادم ده ما حصلش قبل كده، وانه الائتلافية قوية جدا، وان التنوع هائل جدا، وانه يعني بقى في عدد كبير من الاحزاب اساسا، وانه انتهى زمن الحزب الواحد، وان احنا دلوقتي بقت كل حكاية الاغلبية 53%. كويس جدا، ولكن كل ده عايز يترجم كل البشرة دي في النهاية العبرة بنتائج الأعمال، والعبرة بمآلات الأفعال، والناس تترقب وتنظر، مش يعني مش العبرة بالخواتيم. بالظبط. فأتمنى كلام دكتور خربوش وكده هو يعني يكون مخربش هناك في المجلس ان شاء الله. طيب دكتور صفية، يعني خليني برضو أرجع مع حضرتك، وعايز أرجع تاني للمقالة. المقالة هي الحقيقة يعني احنا كنا ناقشنا الموضوع تليفونين زي ما قلت مع الدكتور شوقي اول ما ابتدى الكلام يزيد، واول ما الشائعات طلعت، واول ما قال لك ده فلان رئيس وزراء وفلان وزير كذا، وطبعا شكلها يعني شكل الرساله حتى اللي كانت بتتباع بتلف الناس دي كان شكلها خيبان قوي يعني. لكن النهارده المقاله فتحت عينينا تاني على الامور الاخرى من وجهه النظر السياسيه، بالإضافة لي وجهة النظر الدستورية والقانونية. أهم الأعمدة اللي بنعتمد عليها وإحنا بنبني الحياة الديمقراطية المصرية تاني، يعني إحنا بنعيد البناء مرة تانية، واللي بيقوله الأستاذ الدكتور شوقي هو أننا فعلا بنعيد حتى المجلس اللي فات، المطلوب من المجلس القادم أكثر بكثير. إعادة البناء دي محتاجة إيه؟ محتاجة يعني السادة النواب يستخدموا الحقوق التي كفلها لهم الدستور في الرقابة والتشريع. يعني البرلمان في كل مكان، ومنه البرلمان المصري الحالي، زي ما قلت البرلمان السابق كان في ظروف نستطيع أن نقول كنا في مرحلة انتقالية، وده البرلمان اللي بعد 2013، وكان في عديد من القوانين صدرت في فترة غيبة البرلمان، فالوضع كان مختلف. صرنا مع المجلس الجديد مع فعلا الأغلبية التي لا تصل إلى 55%، وده شيء طبعا إيجابي إنه مفيش أغلبية 80 أو 90%، في تمثيل قوي لعدد من الأحزاب الأخرى غير الحزب الحاصل على الأغلبية. فالبرلمان ككل يستخدم حقه في الرقابة على أعمال الحكومة من خلال منح الثقة ابتداء للحكومة التي سوف تكلف، ثم من خلال الرقابة على أعمال الحكومة بتقديم استجوابات في الأمور التي ليس للشو يعني ليس للزهوة، لكن في الأمور الحقيقية التي تستحق، وبما في ذلك طرح الثقة بالسادة ببعض الوزراء إذا كان هناك يعني تقصير. الأغلبية اللي موجودة دي حضرتك شايفها أنها قادرة، أنها ممكن لو حصل في الأمور قادرة أنها تشكل حكومة؟ وارد إذا لم من متابعة حضرتك للمشهد العام، القضية بتتحدث عن أن المرة الأولى إذا كلف شخص وذهب بالبرنامج ورفض من الأغلبية، يعني ده مرتبط بان الاغلبيه ترفض. ده النص. المره الثانيه لا، ما هو النص ما بيقولش ان الحكومه تشكل من الحزب الحاصل على الاغلبيه، النص بيقول بترشيح في المره الثانيه يكلف السيد رئيس الجمهوريه شخصا بترشيح من
الشخص فقط هو اللي بترشيح من اللي هو رئيس الوزراء بترشيح من الحزب. ويحتفظ الرئيس في هذه الحالة إن حدثت بأنه يكون لرئيس الجمهورية الرأي في تعيين وزراء كل من الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. ده نص دستوري. ده نص دستوري. فالفكرة هنا أنه هل سترفض الأغلبية الشخصية التي كلفها السيد الرئيس بتشكيل الحكومة وعرض البرنامج؟ أنا أستبعد هذا هذا الاحتمال. حتى أنا مش ده قصدي، لكن أصلي ممكن ترشح شخص طبعا. قصدي هم يعني عندهم عظمهم ناشف إنهم يعملوا كده يعني. لا ما انا لو رئيس قال لهم طب اتفضل. لا ما هو النص، لا ما انا بقول لحضرتك النص مش انه تشكل الحكومه من الحزب الحاصل على الاغلبيه. لا لا طبعا مش كده قلت. النص يختار رئيس الوزراء. النص بيقول انه الرئيس يكلف في المره الثانيه شخصا بترشيح من الحزب او الائتلاف الحاصل على الاغلبيه. يعني الحزب هنا هيسمي، هم يقولوا عايزين دكتور شوقي. الدكتور شوقي مثلا. يبقى دي تسميه الشخص رئيس الجمهوريه. طب في الحاله دي هيرفضهم وفيتحل المجلس. ففي هذه الحالة هم بيقدموا شخص يقترحوا اسما يرشح لكي يكلف بتشكيل طيب الحكومة. والرئيس لو الخمس منصوص عليهم في الدستور ال 25 بقى التانيين يختارهم رئيس الوزراء. رئيس الوزراء المحل دي يختارهم رئيس الوزراء المكلف اللي هم اختاروه الذي تم ترشيحه من قبل الائتلاف او الحزب الحاصل على الاغلبية. انا السبب اني بسأل السؤال ده هو ان انا بقول لما تكون يكون المجلس قوي بيقول له بيقول لرئيس الوزراء والوزراء خلي بالكم انا ممكن اطرح الثقه واحط حد بدالكم على الشرح. ده كفايه جدا من جانب الحكومه ان تشعر بهذا واحساسها بهذا وشعورها بهذا انه ده ممكن يحصل يخلي الحكومه جدا يقظه جدا بنسبه 100%. يبقى انا عندي الجانبين، السلطه التشريعيه لازم قوية. وقويه بحق، مش كده اي كلام، وقوية بدراسة وفهم ومعرفة وبخبرة، ويبقى الحكومة يعني حاسة انه هذا المجلس قوي بأدواته وبعلم وبخبراته، وبالتالي ومحتاجة منه انه تسمع منه وتلتزم به وفي نفس الوقت تخشى من بأسه. يبقى اذا انا وصلت الى السلطة التشريعية هكذا والسلطة التنفيذية هكذا والسلطة القضائية، يبقى انا الدولة ولا التصادم ما بين السلطات المختلفة حتى لو كان تصادم بحق مش وقته دلوقتي. واحنا عندنا مصايب على شمالنا وتحتنا وعلى يمنا وعلى شمالنا. هو دايما يتقال السلطات يعني التعاون بين السلطات، هو مش تصادم يعني هو مش تصادم، لا بالعكس هو تعاون للصالح العام. دستوري جميل يعني جدا ان السلطة تحدي السلطة، يعني يعني كل سلطة لها اقتصاد في الدستور. السلطة اللي موجودة اقتصادها في الدستور عليها أن تمارس الاختصاص ولا تتعداه، وكذلك السلطة الأخرى نفسها. يعني هو توازن بين السلطتين وليس تصادم. أيوة السلطة تحد السلطة ويبقى في نطاق التعاون فيما بينها، إنما ده فهم عالي عاوز خبرة. يعني مفيش سلطة تطغى على الأخرى. مش الفكرة إنه لكل سلطة لها اختصاص. وأنا بقول ولا يوجد بالمناسبة نظام ديمقراطي أبدا قوي إلا بوجود برلمان قوي. يعني البرلمان ركن أساسي القوي الذي يمارس حقه كما ذكرت في الرقابه على اعمال الحكومه ابتداء من مرحله الثقه والمشاركه في المشاركه في صنع التشريعات، لانه الدور الثاني وسياسه الدوله هو انه البرلمان ايضا يصنع يعني من حق اعضاء البرلمان اقتراح مشروعات بقوانين. فتقدم اقتراحات. هو العادي بالمناسبه ان اغلبيه القوانين تاتي من الحكومه الى البرلمان، ولا ان اغلبيه القوانين تاتي من البرلمان؟ السائر في العالم الآن الحقيقة أنه لا، المشروعات القوانين الأغلبية بتأتي من السلطة التنفيذية. والسبب فيه أن السلطة التنفيذية هي الأكثر يعني احتكاكا بالأمور اليومية، فبتعلم ما هي التشريعات التي تحتاج إلى تعديل أو ما هي التشريعات الجديدة المستحدثة التي لم تكن موجودة. لكن من حق البرلمان أن يتقدم اقتراح بمشروع قانون ومن حقه أيضا أن يعدل في مشروعات القوانين المقدمة طبعًا من طبعًا الحكومة طبعًا طبعًا. يعني اختصاص الموافقة على التشريع في النهاية هو حصرا اختصاص البرلمان، سواء كان مصدر التشريع من الحكومة أو من أعضاء البرلمان. زي ما يقولوا to initiate. لا الاتجاه العام في العالم إنه في ما عدا النظام الرئاسي طبعا النظام الأمريكي، لأنه هناك النظام الأمريكي هناك التشريع فقط من حق الكونغرس، لكن كل النظم البرلمانية مثل بريطانيا أو ألمانيا أو النظم شبه الرئاسية زي فرنسا اللي احنا أقرب إليه، لأن الحكومة هي اللي بتتعامل يوميا، فالمشروعات عادة بتأتي في الأغلبية. ده اتجاه في العالم، أغلبية التشريعات بتأتي من الحكومة. وأنا أتمنى يبقى في لجنة في المجلس زي بعض المجالس النيابية زي اللوردات مثلا، أنه
في لجنه ما بعد التشريع يراقب ما بعد التشريع يعني في فكره انه طيب خلاص عملنا تشريع واحنا مشكلتنا في صناعه التشريعات طب التشريع ده عمل ايه؟ جاب نتيجه عكسيه ولا مش كويس ولا في عقبات ولا ليه اثار جانبيه في الاثر فيشوف الاثر التشريعي ما بعد صدور التشريع ليه بقى؟ لانه التشريع هو يعني المجلس هو ابو يعني هو الاب الشرعي للقانون حتى لو قدمته الحكومه لان الناس النهارده بتلوم المجلس في صناعه التشريع لان في النهايه يستطيع ان يعدل ولا يوافق الى اخره يستطيع ان يرفض اي مشروع قانون مقدم من الحكومه وبالتالي يبقى في النهايه المجلس بقى باعتباره هو الاب الشرعي للقانون للتشريعات عليه ان يراقب ماذا بعد ممكن طبعا والمساله ما تبقاش كمان في صناعه التشريع ما بقاش كده احل القضيه واسهل حاجه ان انا اقول اعمل تشريع اعمل لها قانون ده اسهل حاجه انما ما بعد ذلك ما بعد ذلك وما قبل ذلك بالخبراء لا هو كمان القانون ده ممكن يطلع ويضرب في 60 قانون تانيين ما هو ده ممكن يجي تفصيل والكلام ده قاله الدكتور عبد الرزاق السنوري سنه 53 قال انحراف في استعمال السلطه التشريعيه ان ممكن السلطه التشريعيه تنحرف فتصدر تشريعا مخصوص لطائفه معينه تحقق مصالحها وبالتالي يعني المفهوم ده المجلس النواب الموقر القادم احنا عاوزين منه كتير جدا الدكتور سامي عبد العزيز استاذنا في الاعلام بعته بيقول لابد من الاصرار على اذاعه الجلسات علانيه الراي حضرتك ايه انا مع هذا الامر طبعا يعني وده كان يعني ده كان جاري بالعرف في مصر لفتره طويله مش يعني قصدي اقول موجود العلنيه ما لم استثناء ما هو الاستثناء ما لم يعني الاستثناء انها تبقى سريه الاستثناء امتى كمان الاستثناء ده بناء على طلب رئيس الجمهوريه وبعدين دي جلسه عشان في والعلنيه هي فقط للجلسات العامه وليست لجلسات اللجان لا مش جلسات اللجان طبعا جلسات العامة دايما هنا النص على الجلسات العامه لا هنا المقصود هو الجلسات العامه لا انا مش قصدي انه انا عايز اقول ان احنا حتى وقت قريب كانت الجلسات تذاع وده جزء من ده جزء من التنشئه السياسيه للمصريين يعني بعض يعني الناس كانت بتحب تقعد تتفرج على ده جزء من التنشئه السياسيه حتى لو ده جزء من التنشئه الاستاذ سمير التوني الله يرحمه يعني كان هو المتخصص في ده جزء من التنشئه السياسيه للمواطن المصري وللطفل المصري وللشاب المصري والرقابه والمواطن المصري العادي والراي العام يرى والرقابه وده دور الراي العام ان الراي العام والنائب جوه حتى يبقى عارف انه مش بيعمل الكلام ده شو بيعملوا الكلام ده احترام لمسؤولياته ومن اجل كده جت تفرق في النص 103 الدستور ده نص جديد برضه يعني يتفرغ المجلس لمهام العضويه يعني معناها ان العضو ده مش شغله طبعا يتفرغ نعم. لعضويه المجلس واللي راجع بقى الجمعيه التاسيسيه في مناقشه على الماده دي واحد اقترح قال في استثناءات لان في وظائف كبيره جدا ما ينفعش فيها تفرغ فلازم تاخد استثناء فرد عليه الدكتور عمرو موسى ورئيس اللجنه ومجموعه قالوا له مش عاوزين نرجع زي زمان يجي يمضي ويقبض المكافاه ويمشي يروح شغله وما يتفرغش مالوش فعاوزين نقفل هذا الباب مناقشات مثابته وفي النهايه صوتهم على النص انه التفرغ يبقى تفرغ باستثناء الحاجات الادبيه يعني افرض كاتب انها مش في وظيفه انما يبقى وده على فكره كاتب ده يعني بارت تايمر يعني معناه ان هو بيعمل في وقت فراغه انه يشتغل كاتب ما في وقت فراغه رجل اعمال لا ده رجل اعمال دي ليه قصه تانية رجل اعمال ده يعني يتفرغ ويسيب الريه ويسيب الاسهم ايوه ايه والاداره وده على فكره عندنا ده يعني عندنا على فكره ده نصوص في الدستور عظيمه جدا بس المساله النص مش كفايه انما تطبيقه اهم من وجوده رجل اعمال يعمل ايه يعني انا اعرف بره بيعملوا ما يسمى بالبلايند فاند اللي هو صندوق الاعمال يعني لازم الاداره ملكيه الاسهم ماشي انما الاداره ويقول في المجلس يتنازل عن الاداره طبعا لحد في نص في القانون لان ممنوع عليه ان هو يشتري وممنوع عليه انه يبيع وممنوع عليه انه ياجر وممنوع عليه يستاجر ويتنازل الحكومه الكلام ده كله ولذلك انا بقول الناس اللي هي تكالبت على صفه النيابه عشان يحظى بصفة النيابة فاهم انه هيحقق ميزية اقول له انت غلطان ده حتى فكرة الاعفاء من الضرائب فيها كلام وانا اتمنى اعفاء ابن اعفاء مكافأة المجلس طبعا وانا اتمنى ان المجلس القادم المجلس برضو حاجات مطلوبة مما فات انه يعيد النظر في اللائحة
ويلغي النص الخاص بالاعفاء من الضريبه للمكافآت، لانه في مجلس الشيوخ. انا مع ذلك طالما هذا دخل، الدخل لا يعفى من الضريبه، يعني الدخل لا يعفى من الضريبه، ولذلك مفترض اي دخل لابد ان يتطبق عليه الضريبه. ولهذا ايه، ولهذا تلاقي الدستور بقالش اعفاء، مفيش في المكافاه بتاعت الاعضاء، وقانون مجلس النواب ما قالش اعفاء. ما مين لا اعفاء بقى؟ اللائحه الداخليه، يعني كان انا بعفي نفسي بنفسي، ليست معده لهذا. اللائحه الداخليه دي بتعمل لجان تسري على السلطه التنفيذيه. لا هي ما القانون، ما تصدر بقانون، يعني وزير الماليه كده خلاص، ما تصدر بقانون. بس حتى هو القانون ده في انحراف، القانون ده غلط غير دستوري. ولذلك مجلس الشيوخ لما جاي يناقش المساله قال لي يعني مش عاوزين نحرج مجلس النواب، لا انا عاوز بقى مجلس النواب القادم استشعر الحركة المجلس النواب القادم يجي يقول لي والله النص ده فعلا كان غلط، لانه اللائحه مش معده للاعفاء. حتى قانون الضرائب بالدخل، الدخل بيقول طالما دخل، طالما هو قانون الضرائب بيعفي الدبلوماسيين، طالما هو مثلاً دخل، فالدخل ينبغي ان يسدد عنه الضريبه. طب وبعدين باب المساواه وعداله الضريبه، يعني ده يعني ده احنا هنا بنتكلم ونضرب المثل للناس. لا هي البدلات المعفاه من، يعني هو في خاصة البدلات اللي هي معفاه من الضرائب، اما الدخل كدخل لابد وان تسدد عنه الضريبه العامه على الدخل. انه بدلات المعفاه، بدل يعني في بدل الانتقال او بدل كذا، ده طبيعي ان ده بيمثل مصروفات فعليه وليس دخل. نعم، اما ما هو دخل فالمفترض ان تطبق عليه الضريبه العامه. ولهذا المجلس القادم املنا فيه كبير جدا ان يعوضنا عما فات من المجلس السابق، وفي حاجات كتيرة أظن يعني. طب السؤال الأخير، هل متوقعين أن المجلس ينعقد بأكمله في ظل ظروف الكورونا دي؟ أولا لازم ينعقد، ولازم ينعقد صراحة بأكمله، لازم ينعقد. بأكمله لازم ينعقد طبعا، ما يقولش 50%، لأن ده في نصوص بتتكلم على قوانين مكملة للدستور زي الحقوق والحريات لأغلبية ثلثي الأعضاء. يعني اذا في قوانين لابد ان يبقى في ثلثي الاعضاء على الاقل، وفي بالاغلبيه، اغلبيه الحاضرين او بأغلبية. يعني انا سامع ان في دلوقتي في وزاره العدل بيناقشوا موضوع المحاكمات اللي هتتم عن بعد. وارد، بس فهل ممكن المجلس يبقى بيعمل حاجات عن بعد، تبقى شاشات موجوده في اماكن مختلفه ولا التكنولوجيا بقى؟ انا اللي انا اعرفه لازم الجلسات تكون الناس تنعقد، ولازم على الهواء، ولازم تكون حاضرة، ولازم تتحقق الأغلبية، ولازم النائب يحرص على الحضور، وإلا ما كانش في تفرق. لا فكرة التفرق جاي عشان يتفضل، ما عليكش شغلانة الحكاية دي. أنت بتيجي الوظيفة يعني. طبعا أنا سعدت جدا أولا بأن أنا أكون مع قامتين زي حضراتكم، بشكركم طبعا أنكم شرفتونا في الظروف اللي احنا فيها وفي التوقيت اللي احنا فيه، وشرفنا بالاراء اللي طرحتوها، وارجو ان يكون الساده النواب الجدد على الاقل كانوا سامعيننا النهارده او يسمعونا حتى على اليوتيوب والفيسبوك في الايام اللي جايه، لو كانوا متفرغين هم في الفتره دي فمش شايفيننا، فعشان خاطر الكلام اللي اتقال من قامتين مهمتين بالنسبه لنا مهم جدا ان حضراتكم تسمعوه وتعرفوا انهم مش بيتكلموا بس من القانون والسياسه والاقتصاد وغيره، ما بيكلموا من وجهه نظر الشعب منتظر منكم ايه وعايز منكم ايه. عشان كده استاذ اسامه احنا جينا هنا فعلا، لان احنا بنتكلم بطريقه موضوعيه صحيح، يعني وطنيه، علشان الصوت يبقى، لانه عارفين المنصه هنا والقناه وجودك تحديدا بكلمه جد. اشكرك يا دكتور صفيه، متفق معايا انه هذه الموضوعيه والوطنيه ولغه الخطاب يعني 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 بالدرجه الاولى بتستند الى اسس حقيقيه وتطلعات للناس كلها بصراحه. شكرا، بشكرك يا فندم، بشكرك خالص. شكري للفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، والاستاذ الدكتور محمد صفي الدين خربوش استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. خالص شكري لحضراتكم على المتابعه، وتاني زي ما ابتديت الحلقه بشكر كل من دعم موقفي في الاسبوعين الماضيين، ودول كانوا يعني ده وسام على صدري وعلى راسي من فوق كلكم، لكن تاني بقول القضيه لا كانت ولا هتكون اسامه كمال، القضيه قضيه وطن ومصالح الوطن. نلتقي بكره على خير ان شاء الله، تصبحوا على خير.